السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بهذا الفيديو حنوضح موعد بدء العام الدراسي الجديد، لان هواي التعليقات جاي تسائل. 6 قسم من القنوات تنشر تقول 11، قسم 22/9 تقول يقولون وحايرين نداوم يوم 22/9 يوم 11. البارحة نزلت خبر من وزارة التربية بهذه، شوفوا هذه الوثيقة رسمية، وثيقة رسمية موعد بدء العام الدراسي الجديد للمدارس 22/9، شوفوا هياتها، والملاكات يوم الأحد الموافق 15/9، وصدفة يوم الأحد عطلة حيداومون يوم الاثنين اللي هو 16/9. هاي ماماتي زين. فعندنا الموعد العام الدراسي الجديد هو 22/9. 22/9 انتم تداومون يوم الاحد، فتبقى هذا اسبوع كامل، تبقى يوزعوا لكم كتب، يقسموكم على الصفوف، شوف النقيل، هذا اسبوع كامل. لكن هو دوام هو 22/9، يعني مو ما تداومون يوم 22/9 هعيني. واكو قسم من التعليقات يقولوا لي 6 سوينا مناشده خذ الدوام 11. والله نكيف، من كيف احنا الدوام 11 نرتاح على الاقل اسبوع. لكن بعد صدر من وزاره التربيه، صدرت وثيقه رسميه، وهذه الوثيقه امامكم، انه يصادف يوم الاحد، يصادف يوم الاثنين الملاكات التدريسية، أو لأن الأحد عطلة، والمدارس يوم الأحد 22/9. فيا ماما كل اللي يقول لك الدوام 11 أو لا تداوم أو ماكو دوام، روح 22/9 دوام، تقعد تشوف الصف اللي قاعد بيه شنو النقص، الكتب يوزعوا لك احتمال يومين او ثاني يوم، او شنو احتمال يومين ويوم الثالث تداومون، يعني قصدي تعطيكم تحضيرات اول يوم احتمال، يعني بس هيجي مثلا يوزعوكم، او ثاني يوم ثالث يوم يعطيكم الجدول. فدوامكم 22/9، لا حد يقول 11. 11 شنو 11؟ قالوا 22/9 وثيقة رسمية، الكل يداوم والإكمال لا، ينتظر النتيجة تطلع، يلا يداوم.